السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، اليوم في هذا الفيديو سوف نريكم كيف سنقوم بتغيير شاشة اللمس أو ما يسمى بالتاكتيل. إذن لنبدأ على بركة الله. إذن كما شاهدتم لقد قمنا بتسخين الهاتف، والآن سوف نقوم بإزالة التاكتيل المكسور. والآن مشاهدينا، بعد أن قمنا بإزالة التاكتيل عن الشاشة، سوف نقوم بتركيب التاكتيل الجديد. هنا بعد كما ترون، بعدما قمنا بتركيبه سوف نقوم بتجربته. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن قمنا بتجربته الآن سنقوم
التركيب النهائي. إذن مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون لقد انتهينا من تركيب التاكتيل الجديد. إذا أعجبكم الفيديو قوموا بمشاركته واشتركوا في قناتنا ليصلكم كل جديد، وشكرا على مشاهدتكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.